تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، توجيه الدعم إلى مستحقيه، وإحداث تنمية واسعة بمناطق الجنوب، ذلك ما ركز عليه بعض نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتهم مخطط عمل الحكومة خلال أول يوم من عرضه. شيء جيد أن يؤمن القدرة الشرائية، ولكن في المقابل كيف؟ يعني ما هي الآليات؟ ما هي الميكانيزمات؟ ما هي الأدوات التي بإمكانك أن تؤمن هذه القدرة الشرائية؟ ونحن نجوب الأسواق صباح مساء، نلقاو البارح الدجاج ب 35,000، اليوم 40,000، وده قد يكون كاين. أين إذن القدرة الشرائية؟ يجب أن نوجه الدعم إلى مستحقيه، ولا ندعموا المنتوج. نتكلموا على الإقلاع الاقتصادي، وفي البرنامج نتاع الحكومة أهملنا رافد كبير من روافد الإقلاع الاقتصادي اللي هو الجنوب والجنوب الكبير. وبين المطالبة بآليات التطبيق على أرض الواقع وآجال التنفيذ، تباينت آراء نواب آخرين لهذا المخطط. المفروض أن مخطط عمل الحكومة يخضع للآليات التي سينجز بها هذه الوعود التي تقدمها الحكومة، وأيضا الأجل الزمني، لأن في النهاية بعد ذلك ستأتي الحكومة، فكيف يراقبها النائب إذا لم تكن هناك أجل واضح؟ الوزير الأول كان أشار في آخر تدخل، قال بأن سنعمل على تحويل هذا المخطط إلى خارطة طريق قطاعية، التي من خلالها كل قطاع يحدد الأهداف بدقة، ويحدد الآجال، ويحدد الإنجازات، منها ما هو سيتم خلال سنة، ومنها ما هو سيتم على المدى المتوسط. جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة ستتواصل على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، على أن يكون رد الوزير الأول الخميس القادم قبل عرضه لتصويت ممثلي الشعب.